لسه معاكم من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب، وقابلنا دلوقتي الكاتب الساخر الاستاذ شريف اسعد، وطبعا كتاباته حققت نجاحات كبيره جدا، حققت جدل كمان، انما يمكن الجدل يكون سبب النجاح. مساء الخير استاذ شريف. مساء النور. اهلا بحضرتك ومبروك على المعرض الجميل ده، ويعني بجد شيء بجد نفخر بيه. الله يبارك فيكم ومنورين المعرض، وعقبال كل سنه ان شاء الله. كلمنا شويه عن اخر كتاباتك واخر اصداراتك الساخره. السنه دي ان شاء الله ليا الاصدار الخامس، اسمه اسرار مكتومه. وهو الكتاب الرابع في سلسله اسمها اعترافات جامده. سلسله بتتكلم عن الاسره المصريه وعن كل ما يحيط بالاسره المصريه في فتره الثمانينات والتسعينات، الفتره الجميله اللي احنا كلنا عشناها، اللي كلها تماسك وكلها تواصل وكلها حب اسري. بنحاول نبين العادات والقيم الجميله اللي كانت موجوده في الاسره المصريه ديت عن طريق مواقف كوميديه في قصص موجوده جوه الكتاب. بشكل ساخر كمان ولا؟ بشكل ساخر، كلها مواقف كوميديه ساخره جدا جدا جدا، بتبين مدى ترابط الاسره المصريه. جميل. وجود حضرتك في المعرض السنه دي، مشارك بايه في المعرض؟ انا مشارك بالكتاب الجديد اسرار مكتومه، وجميع اصداراتي اللي فاتت اللي هم اربعه، يعني من اول 2014 في اصدارات لحد 2023. استاذ شريف، كلمنا شويه بقى عن الفيديوز بتاعت اليوتيوب. ما ينفعش نتكلم بس عن الكتب، بس كمان عايزين نتكلم عن الفيديوز بتاعت اليوتيوب اللي حضرتك بتعملها، وفكره المحاولات فك الشفره ما بين الراجل والست. هو دي شفره ما بتتفكش، خلينا دايما. انا بقول محاولات. انا كل ما بطلع معاكم في البرنامج في حلقات البرنامج بقول نفس الكلام، لكن هي العلاقه ما بين الراجل والست هي علاقه جميله، علاقه جدليه بالحلو بتاعها وبالوحش بتاعها. صحيح. ما ينفعش حاجه تتفصل عن الثانيه، لكن هو دايما اللي احنا بنحاول نركز عليه الحاجات الكويسه في العلاقه مهما كانت في اطار سلبي او اطار ايجابي. ما فيش حاجه وحشه على طول المدى، حتى الخناقات اللي بنتكلم عليها ما بين الراجل والست بيجي بعدها مصالحه. أيوه. فبتبقى شكلها لذيذ جدا وجميل جدا. فدايما احنا بنتكلم عن كل ما يمكن ان يعيد ترتيب العلاقه ما بين الراجل والست. مش بنركز على المشاكل ونسيبها بس كده. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، والف الف مبروك على وجود حضرتك في المعرض، وكل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين وبالصحه والسلامه. شكرا. ميرسي. شكرا.